وقفات عراقية تتنوع بين الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية من المنتظر أن يطرحها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال القمة الخليجية الأمريكية. الأوساط السياسية في العراق تتوقع أن يسعى الكاظمي للحصول على دعم يحقق للعراق استقرارا طال انتظاره طوال 19 عاما، وأن لا يفوت هذه الفرصة في تأكيد عمق العراق العربي. أهل العراق، شعب العراق له علاقات جيدة مع الشعوب العربية. أعتقد العراق لن ينسلخ عن جلد العربي، مستحيل، لأنه دائما ما يطمح أن يكون جزء من المنظومة العربية في كل تفاصيلها على مستوى القمم العربية، على مستوى الاجتماعات المشترك، جيرانه. ولا يستبعد مراقبون في بغداد أن تسهم القمة بشكل كبير ببدء مرحلة عراقية جديدة يكون الدعم العربي فيها مرتكزا لبناء مستقبله عبر ترسيخ شراكة استراتيجية مع الدول الخليجية والعربية في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها الشرق الأوسط برمته، خصوصا وإن العراق يخشى من أي انعكاسات سلبية على الداخل العراقي بسبب الصراع والخلاف الإقليمي. كلما حسن لقاءه أو حسن تعامله مع الجار أو حسنت نية الجار معه كلما اقترب من الاستقرار واقترب من الحل. ومن غير المستبعد أن يناقش الكاظمي خلال القمة الإخفاقات السياسية التي يمر بها العراق وفشل القوى السياسية في تشكيل حكومة تحظى بدعم الشارع العراقي، سيما بعد مرور أكثر من 9 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية. قمة خليجية أمريكية ينتظر منها العراق الشيء الكثير، خصوصا مع ما يمر به من أزمات تتفاقم يوما بعد آخر وتلقي بظلالها على حياة المواطن البسيطة. لقنوات أبوظبي موفق مجيد، بغداد.